أمير، أهلا وسهلا ابني. بالي ضل عندك، خفت عليك. نام يجيت؟ ايه نام. فيك شي غريب؟ صاير معك شي؟ لا، كل شي تمام. رح شوف يجيت ونام. تصبحي على خير. وانت من أهله؟ عايشني بحلم كرمالي ينتقم مني، وصار يتعامل معي بكل حلمية، وسرق قلبي، وعلى قد ما كنت حبه صرت أكرهه كتير. تعبتي كتير مشان هالشي. برافو، نجحتي. لأنه عنده ضمير، ولما تحب بتحب من كل قلبها. تحملتني، منيح اللي عملتها. شكرا كتير. ليش؟ كتير كان حلو هذا اليوم بفضلك. اللي جاي أحلى. عم يقول لازم توعديه. يجيت عم يقول معلش تكوني أم لإلي. أحد ما نزوج إني يكون أم ليجيت، هو الهدف من هالزواج. هذا كلامك، لا تلعب بمشاعري. ما بتحمل. اجت مثلت وعملت حالة حنونة وقبلت تتزوجني على أساس مشان ابني، بس طلع كله كذب. طلعت هاي لعبة، حتى هويتها كذبة. بس هي ما عملت اعتبار لهذا الشيء، سرقتنا. شلون عملت هيك؟ شلون؟ ليش ما انتبهت لهالشي من قبل؟ ليش؟ كان فيني واجهها قبل ما تلبس فستان عبسة وتوقف قدام الكل، بس لا، تسرعت ورحت اتهمتها. كيف بدي استنى منها انه تسامحني؟
يا روحي، تعال تعال يا روحي تعال. ليش عم تبكي؟ في شي؟ ما بعرف، فقت لما سمعته عم يبكي. تمام يا روحي تمام، خلص ما في شي. لتكون حرارته ارتفعت. لا يا ربي، شو هالقصة اللي عم بتصير؟ وينو ميزان الحرارة؟ ما في حرارة، تعال شوف. لا هيك ما رح يفيد، لازم نقيس الحرارة بالميزان. تمام يا روحي تمام، خلص لا تبكي. لما تكون عم تبكي بتزعلني كتير. وين راح هذا الميزان؟ شفت مليكة حطته بالخزانة هونيك. مو هون، بالطرف الثاني. قلت لك اختي مليكة حطته بالخزانة هونيك. ستة وثلاثين. ما رح أبكي، ما رح أبكي بروح.